تباينت الآراء حول قرار وزارة القوى العاملة بتعديل الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استخدام ومزاولة العمل للعمال غير العمانيين. ويقول عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة محمد الكندي إن زيادة الرسوم يجب أن تواكبها سهولة في إجراءات أصحاب الأعمال. ويعتبر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس رضا آل صالح أن الغرفة تتفهم حاجة الحكومة الماسة لرفض الخزينة العامة للدولة، إلا أن زيادة مثل هذه الرسوم يجب أن تكون متوازنة وتصاعدية وليس 50% كما جاء في القرار. في حين يؤكد صاحب مكتب سند إسحاق العبري أن القرار كان مفاجئاً ومباغتاً ويتناقض مع توجهات الحكومة بدعم الشباب للانخراط في قطاع الأعمال.